السلام عليكم. شفت عند واحد البروغرام تاع وحدة مصرية، بون ماهيش في الإعلام دوكا. السيسي عطاها بكتبي، حاوزها هي وراجلها في زوج سي دي جورناليست. هادي حبت بالسيف تقول باللي مصر ناضلت وليبيا ناضلت، اور كو كاع على بالنا باللي مصر كانت محتله من الانجليزيين، بصح عطاو لهم الحريه تاعهم، ماشي حاربوا ولا جاهدوا ولا ما كاش منها. يكذب عليك اللي يقول لك المصريين حاربوا وجاهدوا، كما الليبيين ما عطلينا تلمو كرهوا عاودوا راحوا. تونس داو الاستقلال تاعهم قبل منا قرن وزمارة، وحنا اللي كنا نحاربوا معاهم على كل حال. والمغاربة تاني داو الاستقلال تاعهم قبل منا، وحنا كنا نعاونوا فيهم. والبلاد الوحيدة اللي ناضلت وماتولها، وقع يغلطوا ويقول لك مليون شهيد، اسمها هي في الكلام تاعها ما ناضلش باش نقتل، اسمك شغل باش نقتل مليون شهيد، باسكو المصريين ما داروهاش، وقاعدة تنسيستي على كلمة مصر ناضلت. اوركو مصر ما ناضلتش، ما ماتلها حتى واحد، بصح الجزائر وي ناضلت وخرجت جدهم، وصح عندنا شهداء بزاف، مليون ونص شهيد، وقاع تاع المغرب ولا المشرق ولا تاع قاع يقول لك بلد المليون شهيد، على ما تقولوش بلد المليون ونصف، والنصف هذوك وين خليتوه وين درتوه؟ باه معاكم. انا قلت زوج كلمات من قبل الفيديو، باسكو سجلتها عاود سجلتها باسكو فيها 15 دقيقه ومانيش حابه نزيد نستنى. هي المراه هادي تنسيستي على كلمه المصريين ناضلو،
والبغض تاعهم على الجزائريين كيناضلوا الجزائريين. سلام، فيف لالجيري.